أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا مهما حول تسريب مادة الكيمياء في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام. جاء فيه تابعت وزارة التربية والتعليم ما أثير من أنباء وتداول في وسائط الإعلام المختلفة خلال يوم الأمس 28 من مارس عقب امتحان مادة الكيمياء، وترجو الوزارة أن توضح أنه بعد متابعة وتقص من جهات الاختصاص في الوزارة والمعنيين بسير الامتحانات تأكد لها أن هناك تسريبا لمادة الكيمياء استخدمت وسائل مختلفة في ذلك. وتؤكد الوزارة حرصها على تطمين أسر أبنائنا وبناتنا الممتحنين حنين على سلامة الامتحانات. وقد قررت الوزارة إعادة مادة الكيمياء في وقت سيعلن عنه لاحقا تحقيقا للعدالة والتنافس الشريف. والوزارة إذ تخطو هذه الخطوة تؤكد أنها اتخذت كل الإجراءات للتحقيق في الأمر، وأن كل جهات الاختصاص تلاحق الذين تسببوا في هذه الأضرار وسينالوا الجزاء الحاسم. وتهيب الوزارة بالأسر الكريمة أن تطمئن أبناءها وعدم الالتفات للذين يسعون للتشكيك في غير ما ورد في بيان الوزارة، وبالله التوفيق.